فيصل خان، مسلم استرالي أراد الزواج بمسلمة، تردد إلى موقع إلكتروني للزواج الإسلامي وتعرف على أسماء، شابة عربية في العشرينيات من عمرها. اتفقا على الزواج وأقام لها فيصل عرسا في بلدها العربي، ثم انتقلا للعيش في استراليا. عاش الزوجان فترة من السعادة بعد أن أمن لها فيصل كل احتياجاتها. كانت متطلبة بحسب وصفه، وجلب لها كل ما تحلم به: مجوهرات، ملابس، وأحذية فاخرة، ودعوات في مطاعم فخمة. كانت تسافر من استراليا إلى بلدها كل فترة على نفقته. كان فيصل يعمل بوظيفتين لتأمين متطلبات الزوجة الشابة. اقترض من البنك مبلغ 200,000 دولار لينفق عليها. ذات ليلة وعند عودته من عمله بالفترة الليلية، نشأ بينهما جدال بسبب طلباتها المتكررة، فخرجت أسماء من المنزل واشتكته للشرطة. كانت الشابة مضروبة في وجهها عدة لكمات، فتم اعتقال فيصل وتوجيه تهمة الاعتداء له، وهي تهمة تصل عقوبتها السجن 8 سنوات. ثم عادت أسماء برفقة الشرطة وأخذت جميع أغراضها. استأجر الشاب ذو الأصول الباكستانية محامياً ودفع له 20,000 دولار، فقام المحامي بإفراغ كاميرات المراقبة، وكانت المفاجأة. أسماء وجهت لكمات لنفسها في مصعد البناية قبل الذهاب للشرطة. تم إسقاط التهم عن فيصل وطالب بترحيل زوجته إلى بلدها. أما أسماء فهي الآن مختفية عن الأنظار ومطلوبة من الشرطة. برأيك، هل تصدق رواية فيصل وكاميرات المراقبة، أم يجب أن تسمع من أسماء أيضا؟